Morning, how are you, my students? Welcome for Science for Grade 2. Our lesson today is where does our food come from? In this lesson, we will talk about the sources of food we eat. رح نحكي اليوم بدرسنا عن مصادر الطعام اللي نحن بنتناوله. شو هي من وين بيجي الطعام اللي نحن نتناوله؟ Let's look at this picture. In this picture, we can see a lot of kinds of food. رح نشوف مثل ما احنا شايفين بهاي الصورة في عندنا كثير أنواع من الأطعمة. Fish, raspberry, potato, watermelon, lemon, pineapple, cheese, meat, and other food. طيب هاي الأطعمة اللي نحن بنتناولها شو هو مصدرها؟ من وين بتجي هاي الأطعمة؟ تنقسم الأطعمة اللي نحن بنتناولها لقسمين أو هي نحن بنحصل عليها من two sources. السورس الأول هو البلانتس النباتات، بينما السورس الثاني هو الأنيمالز الحيوانات. إذا sources of food هن two sources. أول شيء في عنا البلانت النباتات اللي مثل السيريالز، مثل الفيجيتابلز اند الفروتس، الحبوب، الفيجيتابلز الخضار والفواكه. السورس الثاني للفود هو الانيمالز اللي نحن بنحصل عليه من الانيمالز اللي هن الحيوانات مثل الميلك، الميت، الايج والهوني. اذا sources of food there are two sources of food, plant sources and animal sources. Some food comes from plants. بعض الأطعمة اللي نحن بنحصل عليها من البلانتس اللي هن النباتات مثل ما احنا شايفين في عندنا السيريالز الحبوب مثل السباجيتي، بريد، الخبز، الرايس، الأرز، الباستا، المعكرونة. إذا هاي بعض الأمثلة عن الأطعمة اللي نحن بنحصل عليها من النباتات. Some food comes from animals. بعض الأطعمة اللي نحن بنحصل عليها من الأنيمالز من الحيوانات chicken, fish, meat, milk, cheese and eggs مثل الدجاج، الأسماك، اللحوم، الحليب، الجبن والبيض. إذا the sources of food are two. في عنا the plant sources and animal sources. حننتقل على القسم الثاني من درسنا لليوم اللي هو food groups. هالطعام اللي نحن بنتناوله واللي قلنا انه هو نحن بنقدر نحصل عليه من مصدرين اللي هن البلانت والانيمالز بينقسم لعدة مجموعات. المجموعة الأولى هي أو the food we eat is divided into five groups. هالطعام اللي نحن بنتناوله قلنا يقسم إلى مجموعات عددها five groups، خمس مجموعات. رح نبدأ لنشوف شو هن هالفايف groups. In this chart we can see the five groups of food. الجروب الأول مثل ما احنا شايفين هون هو الجرينز. الجروب الثاني هو vegetables and fruits. Group number three اللي هو dairy products. Group number four fats and sugars. Group number five اللي هو meat and beans. رح نحكي عن كل جروب لوحده. إذا بنعيد the food we eat is divided into five groups. الطعام اللي احنا نتناوله مقسم إلى خمس مجموعات. Group one grains. Group two vegetables and fruits. Group three dairy products. Group four fats and sugars. Group five meat and beans. Group one is grains. The grains الخبز، المعكرونة، الحبوب كالشوفان وغيرها. هاي الجروب هي مفيدة ليش؟ Because they give our body the energy. هي مفيدة لأن بتعطي جسمنا الإنرجي اللي هي الطاقة. إذا group one grains it's give our body the energy. Group two اللي هي vegetables and fruits الخضار والفواكه مثل ما احنا شايفين بالصورة. جميع الخضار والفواكه عنا هي مفيدة للجسم. ليش؟ Because they give our body the vitamins. لأن إحنا من خلال هالخضار والفواكه عم يحصل جسمنا على الفيتامينز الفيتامينات. So group two is vegetables and fruits and they give our body the vitamins. Group three dairy products.
الديري برودكتس هي المنتجات اللي نحن بنحصل عليها من الحليب أو الحليب ومشتقاته، الحليب، لبن، لبنة، جبنة، زبدة وغيرها من المشتقات الحليب. And they are important for our teeth and bones. وهدول الأطعمة هن المفيدين for our teeth and bones، لأسناننا ولعظامنا. ليش؟ لأنه هن غنيين بالكالسيوم. الكالسيوم هي المادة اللي بتعطي القوة ل our teeth، لأسناننا، and our bones، لعظامنا. So group 3 is dairy products and they important for our teeth and bones. Group 4 is oils and fats group. هي المجموعة اللي بتحتوي على الزيوت والدهون. هذه الزيوت والدهون ليش هي مفيدة؟ Because they help our body to move and give it energy. بتساعد الجسم على الحركة لأنها بتعطيه طاقة. So group 4 oils and fats groups and they help our body to move and give it energy. The last group, group 5, meat, eggs and legumes group. هي المجموعة اللي بتحتوي على اللحوم، البيض والليجمز اللي هن البقوليات، العدس والحمص والبازيلا والفول. ليش هالجروب هي مفيدة؟ Because they are essential for our growth. لأنه هن ضروريين ومهمين for our growth لنمونا. So group 5 is meat, eggs and legumes groups and they are essential for our growth. That's our lesson for today. Thank you for watching.